حياكم من جديد في ساعة شباب. الآن في آخر فقرات حلقة اليوم، وهي فقرة عالم السيارات اللي دائما بنشوف فيها كل جديد، وبنحاول يعني نسلط الضوء على حاجات تهم السيارات، أو عفوا حاجات متعلقة بالسيارات وتهم الناس اللي يحبوا السيارات. إيش فيها قلبت؟ ما أعرف إيش الوضع اليوم، ما أعرف. المهم يعني مشاهدينا اليوم معانا ضيفنا شاب سعودي وعمره 17 سنة، يملك سيارة غسيل سيارات متنقلة وأطلق عليها اسم جوتيم. اسمحوا لي أرحب بضيفنا أحمد الرفاعي. يا هلا فيك معانا يا أحمد. أهلا. مغسلة جوتيم مرة واحدة؟ مغسلة جوتيم مغسلة متنقلة. أسمع تصدق قبل ما نبدأ أي حاجة، أي ليش جوتيم؟ جوتيم بالفرنسي احنا نعرف انه ايش؟ حب او حبك الحب. او حب صح؟ ايوه شيء خصوصي هذا. شيء يعني مثلا الاسم شيء خصوصي. اوكي بس متعلق فيك. ايوه متعلق فيك. حلو حلو. طب بدايه احمد، نبي نعرف متى بدات تشتغل في هذا المجال، وكمان يعني مين اللي ساعدك على اطلاق هذه الفكره، سياره غسيل سيارات متنقله؟ ايوه بدات يمكن حوالي قبل 3 أسابيع. واللي ساعدني ابوي الله يحفظه وعمي، ودعوات الوالد اكيد. اكيد طبعا. ويعني اللي ساعدني على الفكره انا اللي فكرت، انا اللي طلعت. كيف جاتك الفكره؟ كيف تخيلت انه ممكن تكون في مغسله سيارات متنقله؟ هل اخذتها من فكره ثانيه؟ لا ولا لا، يعني انا دحين انا شاب سعودي اتوظف اشوف الراتب انه قليل ما يناسبني. ايوه. فقلت الى متى انا، الى متى الراتب يقل؟ نص الشهر يجي ما الاقي فيه فلوس. أيوة. فكرت لما ما لقيت الفكره هذه. حلو انك فكرت ولسه عمرك 17 سنه، يعني لسه في المدرسه، ما دخلت جامعه وبديت تفكر بالوظيفه وكيف تدخل دخل مادي ثابت يكون لك جانبي نقدر نقول. حلو صراحه، فكره جدا جميله يا احمد. أيوه. طيب احمد انا كنت بسالك ليش هذه الفكره تحديدا، يعني ليش ما كان مثلا مطعم ولا كافيه ولا لانه اي مشروع ثاني؟ لانه المغسله المتنقله ما تكلف كثير زي يعني انت حسبتها وشفت ايش تحتاج؟ اكيد. ولقيت انه هذه اسهل، ولقيت انه شيء مناسب للشعب السعودي كمان. حلو. الشيء الجيد كمان واللي حابين نشارككم فيه يا جماعه الخير، انه احمد ما شاء الله انت بتنزل بنفسك عشان تعمل صح في هذه المغسله المتنقله. انا اول شيء كيف كانت اول نزله لك، واعرف ايش ردت فعل الناس اللي حولك؟ قبلها كان في اعلان، قبل اول نزله كان في اعلان، والناس تعجبوا انه كيف يغسل سعودي. انا قلت اصلا انا بنفسي ليه اكلف على نفسي زياده واجيب عماله ومعماله. اي صحيح. ايوه في انا اشتغل وانا عندي يدين الحمد لله وكل شيء. حلو ما قلت ان الشغل عيب ابدا. لا ابدا قبل اشتغلت كثير عادي يعني. حلو. في ناس كثير والله كسروا قاعده، وانت تفكيرك كذا يا احمد وانت بتكسر قاعده ترى شيء مره جميل، لانه في ناس ترى يتحسسوا على فكره صحيح. من هذه المشكله. اصلا الناس لما قبل لا ابدا سالت كم واحد كيف تغسل انت وما حتنجح، انت سعودي حتتعب. بالله كذا قالوا لك والله. بدايه بس والله انا ما سمعت كلام محبطين. ما شاء الله عليك. حلو. ما شاء الله. طب حلو يا احمد، نبي نعرف ايش الخدمات دحين نروح لمغسله السيارات المتنقله، نبي نعرف ايش الخدمات اللي بتقدمها وايش اللي بيميزك عن باقي مغاسل السيارات. اول شيء اول ميزه نقدر نقولها انها متنقله، يعني تقدر تروح للناس في بيوتهم تغسلهم سياراتهم صح؟ ايش الخدمات الثانيه اللي بتقدمها؟ الخدمات الثانيه انا سويت عندي فئتين، في فئه الغسيل العادي فالغسيل المتميز. حلو. العادي الغسيل العادي بس احسن من المغاسل بشويه كمان. ايش بتعمل؟ عادي واحسن من المغاسل. عادي واحسن من المغاسل. يعني من جوا اسويها بالبخار، من جوا يعني احسن من المغاسل، الصابون يجي احسن. قصدك في تقنيه متقدمه. أيوه. ما تعدم السياره من جوا. ايوه. والمناشف اللي عندي. اجل ايش المتميز؟ حلو. المتميز من جوا نشيل لك البقع زي شبه التلميع الساطع. أيوة. نشيل لك الحكات من برا، نشيل نلمع الكفر، الجنط كله يتنظف يطلع وكاله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب يعني احمد عفوا، مساله التسويق، انت قلت لي في البدايه نزلت اعلان صح؟ صح. كان في انستغرام تويتر ايش؟ لا كان في السناب. في السناب. في أيوة. السناب. اوه حلو. طيب ايش الطريقه اللي تبعتها غير، او يعني انت بديت اول شيء في السناب، واحنا نعرف انه التسويق مره مهم. ما اعرف انت على اي اساس اخترت السناب، ولكن انا اشوف الناس دائما على الانستغرام. هل بديت سناب وكملت انستغرام ولا ايش سويت بالضبط؟ لا، لانه السناب الناس خلاص طاحت فيه، كل الناس على يتابع السناب، فاخترت كذا واحد واعلنت عندهم. حلو. وانت ما عندك حساب خاص في الانستغرام؟ طيب الا عندي. موجود عندك حساب في الانستغرام؟ يعني الطريقه الوحيده اللي تبعتها هو السناب شات. ايوه سناب شات. هل صورت قبل كذا اي حدث وانت قاعد تغسل مثلا سياره؟ صورت مثلا شيء؟ لا صورت اعلان. ما قد صورت. وكيف جاتك الطلبات اول ما بديت بالمغسل السيارات؟ بعد الاعلان على طول في نفسه، وانا كنت واقف
بعد ما اعلنت بثانيتين يكون ثلاث ثواني اتصالات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طب احمد ما قد فكرت وما جاتك فكره انه من عربه سيارات او عربه غسيل سيارات متنقله واحده ممكن انه يكون بعد كذا عندك اثنين وثلاثه واربعه جده وخارج جده ان شاء الله؟ بعد ثلاثة اسابيع ان شاء الله جاي ان شاء الله بعد ثلاثة اسابيع عقبال ما نغطي المملكه واليابان ان شاء الله. حلو يعني بعد اليابان تحدي نبدا السياره الثانيه. اتوقع هذه الفكره اخترعوها في اليابان ولا لسه؟ الا اكيد بس حغطي هناك ان شاء الله. هتغطي قادمون قادمون ان شاء الله. من حجتك العربيه الثانيه ان شاء الله؟ عماله. عماله لانه في السعوديين كلمت كذا واحد ما حد يبغى ما حد يبغى ما في الا انا طموح. بس صدق والله كمل لانه انت ممكن تديهم دفعه. طبعا هذه صوره لغسيل السيارات المتنقله اللي احنا بنشوفه الان فيها كل المعدات طبعا يا احمد صح؟ صح موجوده كل المعدات فيها. بتروح المكان اللي الطلبيه تكون اتصال ولا ايش بالطريقه؟ ايوه اتصال او واتساب. جوتيم هذه. طب لازم تفتح طبعا حساب في انستغرام احمد عشان عندك حساب انستغرام. أيوة ايش اذا احد يبغى يطلبك ايش حسابك في انستغرام؟ والله ماني حافظه بس اديك اياه بعد الله. حنحطه على الشاشه بليز منيره حطيه على الشاشه عشان اي احد حاب انه يطلب يغسل سيارته ممكن تسهل له امور كثيره بدل زحمه مغاسل السيارات اللي بنشوفها الشباب يتعذبوا. اصلا اغلب اللي يستخدمونه انه غسل متنقل لانك ترتاح زي مثلا انت عسكري جاي من الدوام تعبان صحيح تدخل تنام تخلي المفتاح مع سعودي تطمني بعدين. لا حلو الفكره والله هو حقيقي فكره جدا جميله صراحه. انا بعرف بس رساله بس واحده بما انك يا احمد يعني كسرت قاعدة مرة مهمة والناس تتحسس من هذه المسألة إنه لا السعودي ما يشتغل إلا أول وظيفة لازم يكون مدير كبير. هذه مشكلة عندنا حقيقة والله. هذه طريقة التفكير هذه مشكلة. فرسالة بس للناس اللي فعليا عندهم مشاريع ويبغوا يبدأوها وما هم عارفين أو متحسسين من هذه المسألة إيش تقول لهم؟ والله أقول لهم خلي عندك الحلم شيء أساسي. الحلم يكون شيء أساسي وعندك عزيمة. مع العزيمه حتسوي كل حاجه. طب واللي يقول لك طب يا عمي والناس ايش حتقول علي؟ ايش تقول له؟ مش عليهم كلام الناس لا يودي ولا يجيب. صحيح حلو حلو يا احمد حقيقي يعني انا ابغاك اليوم كمان تروح لاصحابك اللي قالوا لك مستحيل وكيف سعودي يشتغل. قول لهم شوفوا جيبي وشوفوا جيبكم. لا غير شوفوا جيبي وشوفوا جيبكم بعمرك انت يعني انا اشوف صراحه الله. انجاز ما شاء الله عليك يا احمد. روح قول لهم انا اليوم طلعت مع برنامج ساعه شباب ووريت موهبتي او وريت انجازي ومشروعي الصغير للعالم كلها من خلال برنامج ساعه شباب وانتم لسه ما حققتوا شيء الى دحين ان شاء الله. صحيح تكون دافع لهم ومشجع ان شاء الله لهم ان شاء الله باذن الله. شرفتنا كثير احمد رفاعي صاحب المغسله المتنقله مغسله جوتيم اللي الاسم السري جوتيم. الاسم السري حيفضل عالق في الاذهان بسريته. سبحان الله ممكن تكون كلمة جوتيم هي اللي دافعتك كل ودتك هذه القوة كلها. يمكن ايوه يعني شيء وارد كل شيء جائز فعليا. وانا سعيد جدا فخور فيك وانا اكثر صراحة حقيقي احمد الرفاعي. اتمنى لك كل التوفيق ويعطيك العافية وانت اثبتت اليوم انه ابدا الشغل ما كان عيب ومن انجاز وتقدم ان شاء الله الى تقدم اكبر من كذا وتوصل اليابان باذن الله قريب. الله معك معك لقاء هناك ان شاء الله. حبايبي احنا طبعا وصلنا لنهاية حلقة اليوم اخبار سوالف استضافات منا ومنا وكل شيء ان شاء الله الامور في السليم. بس اهم حاجة احنا نحتاج اقتراحاتكم على ايميل البرنامج الظاهر على الشاشة الحق واكتبوه او هاشتاج ساعة شباب عشان نكون معاكم اول باول. ايش تفكروا فيه في تويتر سواء قبل او اثناء او بعد الحلقه. اكيد وبكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. راح نلقاكم بكره في نفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم في امان الله معاكم انا لمياء غالب وانا كنت معاكم طراتنتم. في امان الله مع السلامه. ادري كل جهد.